وثيقة سرية خطرة تسلسل وزارة الدفاع الجزائرية وشرق رح يعتقل رئيس مخابراتها. كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجنرال شنقاريحة أصدر أوامر رسمية لقاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في البليدة لإيداع الجنرال محمد قايدي رئيس المخابرات الحربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستسلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي الحبس المؤقت. وأوضح موقع الجزائر أن القاضي أمر كذلك بالتحقيق مع اللواء محمد عجرود قائد ناحية العسكرية السادسة في قضية تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، كما أمر القاضي سحب جواز قائد ناحية العسكرية السادسة. وجاء قرار القضاء العسكري بعد 24 ساعة من نشر وثيقة سرية مسربة تفيد أن جماعة مسلحة مجهولة نصبت كمان في منطقة قرب الحدود مع دولة مالي، حيث أسفر الهجوم على فصيلة عسكرية تكون من 30 جندي عسكري يقودهم الملازم الأول رأميم عن مقتل 13 جنديا، فيما 4 جنود تعرضوا لجروح بالغة و10 جنود تعرضوا لجروح طفيفة. وتسبب تسريب هذه الوثيقة المذكورة برجة كبيرة في وزارة الدفاع الجزائرية، حيث كان قائد أركان الجيش الفريق شنقاريحة قد صرح أثناء زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران بأن العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى في وزارة الدفاع عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وذكر أن العدالة ستشرح في سلسلة من التحقيقات ستمتد إلى قضايا فساد سابقة. لكن الرأي العام بالجزائر يعرف أن تصريحات الجنرال شنقاريحة ليست لمحاربة الفساد الذي هو أحد أركانه، بل فقط لتصفية الحسابات مع بقايا الموالين للمغتال القيد صالح. نشكركم على حسن المتابعة.